لو كان الفقر رجلاً لقتلته. هي كلمات ليست عابرة أو مجرد عبارة لا معنى لها، وإنما هي جملة ذات دلالات واضحة. الفقر باب واسع يدخل منه الشيطان إلى قلوب ذوي النفوس الضعيفة. نغفل فتغيب أفكارنا، نحلم فنهيم في الخيال، نبتسم حين تحيط بنا السعادة، نسرح نمرح وننسى من حولنا، ننسى الألم، ننسى أن هناك ألم في قلب فقير. فقد لا تكون ضمائرنا ميتة، ولكنها راقدة في عالم النسيان. شباب نفض عنه ثوب النوم بقطرات من عرق الجد والتعب والسهر على إدخال البسمة والسعادة في قلوب أطفال صغار تفرحهم أبسط الأشياء. العدد الأول من برنامج ذهب الظمأ في ضيافة مجموعة لاتفاميليا. مجموعة ولاد فاميليا عندها 3 سنوات من الإنشاء. هي مجموعة طلابية، أغلب الأعضاء طلبة، وكان يوجد ثاني عاملين. أبرز النشاط تاعنا احنا في البداية، النشاط تاعنا انطلقنا بزيارة المستشفيات ودار الأيتام فقط، ومن بعد مع الوقت توسعنا في النشاطات مع زيادة المنخرطين في المجموعة تاعنا. توسعنا في النشاطات، ولينا نقوم بخراجات ليلية لإغاثة المتشردين، خراجات قوافل الخيرية الولاية المعزولة بالتحديد الولاية الداخلية، وتاني نقوم حملة تبرع بالدم، وكاين أنشطة خاصة بشهر رمضان. يعني في شهر رمضان ضعفوا الجهود تاعنا، ولينا نقوم بإفطار صائم، سحور للمتشردين، زيارة المستشفيات يعني كل أسبوع، وتاني الإفطار صائم والمطعم. وحنا المجموعة تاعنا التمويل تاع المجموعة يكون من طرف الأعضاء الفعالين في المجموعة أو من طرف المحسنين اللي يتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك، يعني يوجد فيها أرقام الهاتف، أو عبر الإعلام تاعني، أو مساعدنا بزاف يعني باش نوسعنا. المخارطين تقريبا أكثر من 50 عضو فعال، يعني يشاركوا في تقريبا كل أعمال المجموعة، وأجمل أعمال المجموعة تكون يعني نشاطات خاصة بالشباب يعني بالذكور وبالإناث. يعني على سبيل المثال خرجت الليلية إغاثة المتشردين يعني في الصباحة، يعني الإناث هما يقوموا بالطهو وتحضير الأكل يعني، وحنايا في الليل نخرجوا نعطوا لهم الأكل. بزاف حوايج نديروهم كيما إغاثة المتشردين، كيما اليوم كيما هذا الشهر العظيم أنا نديرو خرجة سحور. جمعية البشير بدينا 2013، وسميتها على زوجي المرحوم باسكو حس قاستني بزاف تاع اليتامى، جازت عليا، سي بور سا خممت على لي زورفلان لي زونديكابي وحبيت نعاونهم. مجموعة ولاد فاميليا في هذا الشهر الفضيل فكرت في إدخال الفرحة لقلوب البراءة المحرومة، وذلك بحفل ختان جماعي لمجموعة من الأطفال الأيتام والمساكين. We'll be right back.
الحفلة اللي درناها اليوم هي لختان المعوزين والأيتام، كانت بتنسيق مع مجموعة الخيرية جيل الخير وجمعية شباب جمعية البشير. كيفاش بدينا لي بريباراسيون؟ ما شفنا كل واحد الموقع تاعنا يعرف جيرانه اللي يقولوا له اللي ما يقدروش ما عندهمش البوسيبيليتي باش يختنوا لاولادهم، سقسيناهم اقترحنا لهم الفكره، عطينا لهم كيفاش يوجدونا الدوسي تو هكذا كل واحد شاف منا ومنا، قدرنا نلمو اللي صح محتاجين. كيما اليوم تلاقينا كاع درنا لهم حفله صغيره، وغدوه ان شاء الله ندوهم يتختنوا وان شاء الله تكون في ميزان حسنات، وكل واحد دار ساهم ولو دراهم حضور معنويا اي شيء، ربي ان شاء الله يكون في ميزان حسنات. وان شاء الله كاين مشاريع اخرى، كسوه العيد في كل موسم كاين. وكيما حنايا نهضر على روحنا حنا ولاد فاميليا، عندنا بزاف حوايج نديروهم. يعتبر الفقر علة تتفشى في جسد العالم، ومرض خبيث يصل حد القتل، يفتك ويضرب كل كائن بشري فقير على وجه الأرض، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاد الفقر أن يكون كفرا. وقال أحد العلماء: لقمة في بطن جائع خير من بناء 1000 جامع. وتذكر أحد الدراسات أن هناك ما يقارب 1 مليار نسمة ممن يعيشون تحت خط الفقر. فقرة برنامج ذهب الظمأ على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، استقبلنا فيها تعليقاتكم على موضوع اليوم، وهو إحساس الفقير. أبو عساف يقول: إحساسي بهم مثل نفسي في كل حاجة. وفي تعليق آخر لبيرل بريزي: الفقير جام يخليك تحس باللي راهو محتاج، تحسبهم أغنياء من التعفف. أما يزيد قالي فقال: القناعة من الإيمان. مساعدة الفقير وإدخال الفرحة إلى قلبه واجب لا اختيار، هو حاجته عندنا ونحن حاجتنا عند الله، إذن لا فرق بيننا. عجبني كرون، دلونا الحنة. مجموعة أولاد فاميليا بعزم وإرادة شبابها استطاعت أن تكفكف دمعة أطفال محرومين وترسم البسمة على وجوههم. فالفقير ليس بحاجة لدعم مادي فقط، هو محتاج لكل إحساس، لحب، لرفقة، محتاج لنظرة أخرى من المجتمع، فهو في الأخير إنسان.
مدلكم ودعمتوا بمخي ساعة مدلكم ساعة فطوركم ساعة سحوركم.